السلام عليكم. عرفتوها ياك؟ هذه هي الكرة اللي دينا بها كأس إفريقيا الوحيدة في تاريخ الكرة المغربية اللي داوها الرجال. واش عرفتوا علاش ما قدرنا نديو حتى شي كأس آخر من غير هذاك اللي دينا بهذا الكرة هذه؟ حيت هذه الكرة تحترمت في جميع بلدان العالم وجات حتى للمغرب وبالتسيير العشوائي فحنا تكرفصنا عليها. اش واقع في الكرة مع محمد الحجوي. باش نحطوا الناس في الصوره اللي ما عارفين اش واقع ومن بعد عاد نشرحوا جميع التفاصيل، كذلك استنادا للقانون المنظم ديال المسابقات اللي تابع الجامعه الملكيه المغربيه، فاحنا نحطوا الناس في الصوره اللي باقيين ما عارفين اشنو واقع. عندنا سيدي الراجع عندها ماتش في كاس العرب اللي كان يوم 4 في شهر 1 وتلعب في الجزائر، ولعبات الراجع مع المولوديه الجزائريه في الجزائر وربحاتها، وكذلك عندها مباراه اخرى من بعد 6 ايام على المباراه ديال مولوديه الجزائر مع شبيبة القبائل الجزائري كدور في ضمن دوري أبطال إفريقيا، والمباراة غدا تلعب نهار 10 إن شاء الله في الشهر، وكذلك المباراة غدا تلعب في الجزائر. إذا سيدي الآن كل شيء راه عادي، لكن اللي ماشي عادي نهضة العصبة الاحترافية وزرعات للرجاء ماتش ما بين جوج ديال هاد المباريات هادو، اللي هو المباراة ديال الدفاع الحسني الجديدي اللي كان خصها تلعب البارح. هنا ولات الرجاء خصها تمشي للجزائر تلعب مع المولودية الجزائرية، ترجع للمغرب تلعب مع الدفاع الحسني الجديدي، تولي تمشي كذلك الجزائر تلعب مع شباب القبائل. اش هاد الروينه واش هاد التخربيق هذا؟ دخلنا عليكم بالله، واش هاد الرجاء كتمثل الكره المغربيه، خاصه انها دائما كتمثل المغرب احسن تمثيل، والالقاب اللي عندها كتخلينا اننا نهضروا عليها بهذه الطريقه هذه؟ واش باغيين الخير للكره المغربيه انها تطور ولا لا؟ غادي يجي واحد غادي يقول لك نخدموا القانون وهو المنطق وهو الحاكم الاوحد على الكره المغربيه وعلى جميع الفرق المغربيه بشأن الرجاء، إلى من حق الرجاء تلعب هاد المباريات هادو وكذلك تلعب المباراة ديال الجديدة فنخدموا القانون، ولكن إلى كان القانون مع الرجاء أيضا نخدموا القانون. دابا نمشيو لما هو قانوني، ولكن بعد الإذن ديالكم إخواني ناخذ واحد الجغيمة ديال الماء، حيت القانون ديال المسابقات المنظمة ديال الجامعة الملكية المغربية فيه بزاف ما يتقال. غادي نمشيو للمادة 16 من الصفحة 12 في القانون الأساسي اللي وضعه الجامعة الملكية المغربية للمسابقات. شنو كيقول هاد المادة هذه وهاد البند هذا في القانون ديال المادة 16؟ المشاركات في المسابقات الدولية، يمكن للأندية المغربية المشاركة في المسابقات القارية بين الأندية أو الهيئات الإقليمية أو الدولية، عندها الحق أنها تشارك في 7 ديال التظاهرات اللي معترفة بهم الجامعة الملكية المغربية في القانون ديالها اللي سميتو قانون المسابقات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. 1 كتعترف الجامعة الملكية المغربية بكأس العالم للأندية اللي تابع للفيفا. 2 كتعترف بدوري أبطال إفريقيا، كأس الاتحاد الإفريقي وكأس السوبر الإفريقي اللي تابعين للكاف. 5 بطولة أبطال اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم اللي محسوبة للاتحاد ديال شمال إفريقيا. 6 كأس الأبطال في اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم اللي أيضا محسوب على نفس الاتحاد. و7 وهو دوري أبطال العرب اللي محسوب على الاتحاد العربي لكرة القدم. هادو 7 اللي كتعترف بهم الجامعة الملكية المغربية في القانون ديالها اللي الصوره ديالو ها هي. اذا هنا الماده 16 من القانون ديال الانظمه فهو كيشرع ان الجامعه الملكيه المغربيه معترفه بهاد 7 ديال المسابقات اللي يمكن انه ينطبق عليهم هذا القانون الى لعبوا فيهم اي فريق مغربي. وكنعرفوا الرجاء بانها لعبات كاس العرب وكذلك غدا تلعب دوري ابطال افريقيا، وهاد المسابقات بجوج فمعترفه بهم الجامعه الملكيه المغربيه في القانون ديالها. نمشيو دابا للصفحه 14 للماده 21 اللي كيقول الاحكام المنطبقه على الفرق المنافسه في المسابقات الدوليه للمباريات اللاحقه، وهو كيعنيو بها بانه المباريات اللاحقه اللي كتكون من مورا المباريات الدوليه بحال كاس العرب بحال الشامبيونز ليغ بحال كاس الكاف بحال السوبر الافريقي، المباريات اللي كتكون في الدوري المغربي ولا كاس العرش اللاحقه اللي كتبعهم شنو هما الاحكام اللي كيكونوا عليها، والقانون شنو كيشرع للفرق اللي كتلعب هذه المسابقات هادو. قانون سيادنا ديال الجامعه الملكيه المغربيه كيقول في هذا البند هذا: اذا لعبت المباراه بين الانديه في المغرب يتم تحديد اللحاق بالركب ليومين ما بعد انتهاء المباراه، يعني 48 ساعه من بعد انتهاء المباراه اللي لعبوا الانديه في المسابقات الدولية اللي معترفة بهم الجامعة، يعني أن الفرق المغربية إلى لعبت المسابقات القارية داخل المغرب عندها من القانون ديالها والحق ديالها أنها
تلعب المباراه ديالها يا اما في كاس العرش يا اما في الدوري المغربي 48 ساعه بعد الانتهاء ديال المباراه اللي لعبوا في المسابقات القاريه. ولكن الرجاء كنعرفوا انها لعبات خارج المغرب. اجيو نشوفوا البوند الثاني من الماده 21 من الصفحه 14 شنو كيقول. اذا تم اجراء مباراه بين الانديه في الخارج يتم تحديد موعد مباراه اللحاق بالركب لمده 3 ايام بعد 72 ساعه على انتهاء المباراه. اذا هنا القانون ديال الجامعه كيقول بانه الى لعبات الرجاء في مسابقه قاريه خارج المغرب عندها الحق تلعب في مباراه ديال الدوري المغربي او كاس العرش حتى تدوز 72 ساعه. اذا القانون اللي كيقول هذا الشيء ماشي حنايا والرجاء عندها الحق انها تلعب مع الدفاع الحسني الجديدي حتى تدوز 72 ساعه على انتهاء المباراه ديالها مع مولوديه الجزائر. المباراه ديال مولوديه الجزائر واللي كيفرق ما بينها وما بين المباراه ديال الدفاع الحسني الجديدي فقط 69 ساعه، مازال ما كملاتش 72 ساعه. اذا هنا القانون في جانب الرجاء. ولكن اسمح لي كاين واحد السؤال، علاش ما يخليوش الرجاء انها تلعب مع الدفاع الحسني الجديدي حتى اليوم الاربعاء يعني نهار 8 في الشهر وغادي تكون داز 72 ساعه؟ الجواب فهو واضح. المباراه ايضا اللي مع شبيبه القبائل في دوري ابطال افريقيا اللي غادي تكون ان شاء الله نهار 10 من شهر 1، فالفارق الزمني ما بينها وما بين المباراه ديال الدفاع الحسني الجديدي الى تلعبات يوم الاربعاء فهو ايضا ما غاديش يكون 72 ساعه. اذا هنا الرجاء من حقها وقانونيا انها ما تلعبش المباراه ديال الدفاع الحسني الجديدي من بعد المباراه ديال مولوديه الجزائر. كل اللي يقول لي اسمح لي يا خويا الحجوي، راه الاداريين ديال الرجاء اللي هما جوج طنطاوي وانيس محفوظ وقعوا له واحد الوثيقه اللي كانت في الاجتماع ديال العصبه الاحترافيه. مرحبا وغادي نجاوبك بما هو قانوني. يوم 25 ذو جنبر كان اجتماع ديال العصبه الاحترافيه وحضر فيه الطنطاوي وانيس محفوظ نيابه على الرجاء ووقعوا واحد الوثيقه. ولكن الوثيقه شنو فيها؟ الوثيقه سيدنا ما فيهاش انهم كيوقعوا على انهم يلتزموا يلعبوا المباراه ديال الدفاع الحسني الجديدي كيف ما تقال. فالوثيقه فيها بانهم وقعوا على انهم حضروا للاجتماع والقرار الاول والاخير ما كيرجعش لجوج ديال الاشخاص نيابه على الرجاء، بل كيرجع للمكتب المديري ديال الرجاء ككل. وهنا كيبان بانه هذوك الناس بجوج فهم وقعوا فقط على انهم حضروا بالصح الاجتماع اللي كان يوم 25 ذو جنبر مع العصبه الاحترافيه. اذا هذو هما الكواليس اللي كيتعلقوا بما هو قانوني في القضيه ديال الرجاء مع المباراة اللي كانت مع الدفاع الحسني الجديدي. بصراحة الكرة في المغرب يندى لها الجابين، بالدارجة الكرة في المغرب تبقى فيك، تبقى فيك والله إلا لا تبقى فيك هذه الكرة في المغرب. المهم الموضوع ديال الرجاء والدفاع الحسني الجديدي راه مازال ما سالاش، الرجاء غادا تلجأ لما هو قانوني باش تاخذ الحق ديالها. والحكم الأخير كيبقى ليكم، واش كتشوفوا الرجاء من حقها أنها تنصف وما تلعبش المباراة ديال الدفاع الحسني الجديدي ما بين جوج ديال المباريات؟ في الاخير كنعرفوا الرجاء كتمثل الكره المغربيه وكتمثلها احسن تمثيل. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا بان كاس العرب غير معترف به، فالجامعه الملكيه المغربيه في القانون ديالها كتعترف به. اذا هذا هو اللي كان عندي اليوم في الحلقه ديال اش واقع في الكره. الى عندك اي سؤال اي اقتراح اي راي دخل قسم التعاليق واعطيني الراي ديالك، دخل الانستغرام ايضا واعطيني الراي والاقتراحات ديالك، شنو هو الموضوع اللي تبغي انني نقلب ونبحث فيه ونعطيكم ما هو رسمي في القناه ديالكم. ما بقى لي الا نودعكم، كان معكم محمد الحجوي، ما تنساوش انكم تدعمونا بلي لايك وتبارطاجيو الفيديوهات. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم خالد شكري باحث بماستر منازعات الأعمال بفاس ومهتم بالجانب القانوني الرياضي. حتى لا أطيل، هناك مجموعة من النصوص القانونية التي يجب إثارتها في هذا الإطار، منها ما تعتمد عليها العصبة الاحترافية لكرة القدم ومنها ما تثيرها الرجاء الرياضي المغربي في هذا الإطار. هناك المادة الثالثة التي تعتمد عليها العصبة الاحترافية لكرة القدم وهي التي اعتمدت عليها في إطار عدم تأجيلها لهذه المباراة، وهي المادة الثالثة من قانون المسابقات صادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والذي ينص صراحة على أن الأندية والفرق الوطنية تلتزم التزاما كاملا بالبرمجة المعدة مسبقا من طرف لجنة البرمجة التابعة للعصبة الاحترافية لكرة القدم. إذا كاين هذه المادة. المادة الثانية هي المادة 22 من مقتضيات القانون، من نفس القانون التي تعتمد عليها الرجاء الرياضي المغربي، والتي تنص على أن الفرق الوطنية إذا كانت مستقبلة في أي منافسة دولية، إذا كانت مستقبلة تعطاها مدة 48 ساعة
واذا كانت زائره تعطاها 72 ساعه ديال الراحه. وبالتالي فان الفريق المغربي رجاء الرياض لعب يوم السبت الماضي لم تعطه مده 72 ساعه من الراحه، وبالتالي كان هذا هو الاساس القانوني الذي يعني اعتمد عليه في هذا الاطار، يعني في هذا الصدد. هناك راي اخر وهو الذي تعتمد عليه العصبة الاحترافيه لكره القدم التابعه للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، والتي ينص صراحه يعني تنص على ان الكاس محمد السادس للأندية الأبطال لا تعتبر مسابقة رسمية دولية غير معترف بها من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وهذا رأي مردود، لأن المادة 16 من المختلف من القانون المسابقات الذي أسلفت الذكر عليه ينص صراحة على مجموعة من المنافسات الدولية التي تأخذ الصفة الرسمية لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وهي كأس العالم للأندية، كأس العصبة الإفريقية، كأس الكونفدرالية الإفريقية، كأس الممتازة، كأس أندية شمال إفريقيا، والكأس العربية أي كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وبالتالي لا يعقل على أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يعني تنص صراحة على اعترافها بهذه المسابقة كمسابقة رسمية، وتقوم في نفس الصدد العصبة الاحترافية التابعة لهذه الجامعة بالقول بأن هذه المسابقة هي مسابقة غير رسمية بتاتا. في هذا الإطار يعني يمكن أن أنهي بسرعة على المادة 109 التي يمكن في قادم الأيام أن تطبقها العصبة الاحترافية على الرجاء الرياضي، وهو يعني التي يعني تنص على أنه الفريق الذي لم يحضر إلى المباراة المقررة في البطولة الاحترافية، المادة 109 من قانون كود ديسيبلينير والقانون ديال المسابقات، الفريق الذي لم يحضر يعاقب بغرامة مالية قدرها 10,000 درهم ويعتبر خاسرا بثلاثة لصفر.